كرت أحمر يرفعه دائما حكم المباراة، ومعناه طرد، لأن هاللاعب يعني ارتكب أمر مخل أو خارج القوانين. كرت أحمر علامة الخطر، اللون الأحمر في إشارة المرور، في المستشفيات، في الجمارك، إن الأحمر هذا أنت لو خذيته هالكرت تعطيه المن. بسم الله. الله الله. نعم لعب بس ورد، اجرح وداوي. كذا هو كذا يعني. أي الظهري. أنت عاد حكم يا أبو عايض. إيه. إيش دعوة؟ لمن؟ مش أنا خريج قانون، قانون الرياضة. حلو. مش ما حكمت يعني في الميدان، بس درست القانون. حلو. أنا أعطي الكرت الأحمر للي ما يخلص لوطنه ومليكه وشعبه. الله بيض الله وجهك، بيض الله وجهك. بس أبو نايف، كرت أحمر تعطيه من؟ أحمر معناه أن المسألة قفلت خلاص. تشوف الواحد تكلم بجد. أعطيه القاطع إشارة المرور، لأني أمس عند إشارة الصباح وجاء واحد وقطع إشارة وأهلك أسرة. لا حول ولا قوة. فأقول اتق الله في نفسك، وأيضا أعطيه لكل عاق لوالديه. جزاك الله خير. أنت فيك متبهذل من المرور، لا الورد للمر اللي حافظ للناس. المرور يا رب. أعطي الطريقة حقه. أي بس جزاك الله خير. الله نصاب. ما شاء الله عليك. الطريق فيه ناس تبث. بقلد مثلك. والله إيه، أنا أحسب إن المسألة سهلة. أثر المقدم. أما الكرت. لا والله بحلت بقى بدور حتي ما عرفت. جبت حاجة جديدة. إيه نعم. ترى ما بسهلة. صح. والله ما بسهلة. أعطي الكرت الأحمر للكرت الأحمر. يا رب. هذا مو كرت حمر، ذا كرت أخضر. لازم تشد مثل أبو نايف يعني، حمر عيونك. وهذا كرت أحمر لعب بزرانه. شد شد، قل واحد اثنين ابدأ. الحين يجي كسره وتوريني كيف الجدة. شوف كرت أحمر. ارفع الصوت. اسمعك. يصيح الحين. إيه أنا بخاطق قبلت ولا. لا لا مين بتو. لكل من يجرح المشاعر. أيوة. إيه كرت أحمر، وقف انتبه لنفسك. الله. يا حساس يا حساس. ما ركبت انت، شغلك لطيف وحنون. بنبدا معليش بشيخنا ابو فيصل. كرت احمر تعطيه من في الحياه؟ اعطيه للرجل اللي ما يحترم اللي اكبر منه. الله. حتى لو ما يعرفه. يا سلام. كبير السن له احترامه، له تقديره، وله مكانته. احيانا يجيك الرجل الكبير وفيه من هو صغر منه جالس على المركب او جالس على الكنب، ويقف الشايب والرجل اللي كبير في السن، الولد الشاب هذا يمكنه يعتبر من احفاده. صح. ما يقوم عنه. بيض الله وجهك، بيض الله وجهك. والسلامة. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولا يرحم صغيرنا، او كما جاء في الحديث، جعاد الملح والزين كله مع ذا الغترة البيضة ومع ذا الثوب الأبيض طال عند الأحمر. لا والسبحة وين سبحة حتي. لا ناوي رجعها، ناوي رجعها. لا تتحمس سبحة. لازم فيها قوة. لا ما تجتمع سبحة مع أجل كرت. أجل أرد أجل. لا 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 بس أنها راكبة. عمرك شفت حكم يرفع الكرت الأحمر ويضحك؟ ما يضحك. لا هو لا ما ينفعون سامحين. بوز اي كذا بوز سلك شارب الليمونه. ما عمره ما انت كنت تضحك. طيب كرت احمر كذا. ايوه. ايه لكل، والله ان سؤال محرج على قولك. محرج وش سوي. لا فعلا كرت احمر لكل من ينتقص من المعلم ويتتبع زلات المعلمين ويتتبع زلاتهم ويسلط الضوء عليها ويكبرها. مهما بدر من المعلم فإنها سيئات مغمورة في بحر الحسنات. الله الله الله. السبحة خلطة ينطق. شفت كيف السبحة
خلته يعني يده. تذكرت عارف ذكرت لي من إيه؟ باللي اعطاه ثوب قال اقول لك يا اخي خذ راحتك في الثوب ترى لا تحسب اني زي فلان كان يقول لك لا ينقطع الثوب إيه لا لا طيب. بس ما شاء الله لا 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 فكر لا لا طيب يقولون انت يا عبد المجيد كرت احمر أبعطيه مثل ما قال أبو نايف أنا نقعدنا في الرياض بالذات في السيارة ظهر أكثر من بيوتنا فالناس اللي تستعجل اللي تكبس لك اللي تضرب بوري اللي تستعجل اللي ما تحترم قوانين المرور لهم هالكرت اهجد يا مال السنع ولا ساهر إن شاء الله يطيرك لأنكم فعلا تقلقون ترى اللي سوق فيه عمالة جدد فيها بعض الأخوات الكريمات هم متعلمات في السواقة في ناس جهال فيه فالطفاقة الزايدة ميه بزينة فهذا كرت أحمر لكم شو رايكم بس النظرة ما هي مرة قوية أنت قاعد تضحك لا لا لأني مو بضحك أنا بس لا أنا مرتبك أنا حسيت والله أني أنا أثرني لا ترى الصبح أذب السؤال على الواحد ثم أتكي أثر اللي يسأل اللي يتعب صدق اللي قال هل ينوموني ولا يدرون والنار تحرق رجل واطيها أي والله لا ترى فراق السبحة وضع عليه السبحة كانت مركدة كذا شفت أنا حين أنا يوم خذ السبحة جا فيني شوي يعني وهو ركد السبحة مقرين فيها أبو فيصل نسمع منك أبشر يا رجل أنا خايف وخوفي من الله